ان الجمعية قامت ب62 قافلة طبية في قرى الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية ودمياط. حوالي تم الكشف على اكثر من 30,000 مريض، وال30,000 مريض دول اتصرف لهم علاج كامل، فحص كامل، اشعاعات كاملة، تحاليل كاملة، واللي احتاج زراعة كبد الجمعية تولته. الحاجة الثانية ناقشة الجمعية مساهمة المساهمة في عملية زراعة الكبد، كنا بنساهم ب20,000 جنيه لكل مريض، اقترحوا ان هما تترفع الى 50 جنيه، من 20 ل 50 جنيه حسب ظروف الحالة المالية او الظروف المعيشة للمريض. انما الموضوع الاساسي اللي اتناقش النهاردة هو المشاركة في تجهيز مبنى زراعة الكبد بالجهاز الهضمي. تجهيزه هيحتاج حوالي 250 مليون جنيه، بين تجهيزات طبية، عناية مركزة، عمليات، كهرباء، سنسرات، غازات، تجهيز الاسم الداخلي، تجهيز الحاجات الكهروميكانيك، الكتروميكانيك دي، في عشان يبقى الستاندرد عالمي لزراعة الكبد.